سي علي كنخدم تقدم غير فينو عشت مزيخ سواق مزيخ منى شوعة الاسم مينو عضو في المجلس. يالله عاد اول مرة بداية شكرا بارك الله فيك في حركة الشعبية. الحزب ديالي وحركة الشعبية يغارينش دائرة افليون ايوا نشكر وني ريكين العضو نشكر الدائره اليماني انت سيكين كي كعضو نشكر هذا الطاس انت زي فوقكم شانا ايوا نتمنى ياس النجاح والتوفيق نتمنى ان شاء الله هذه اللي شان حاجه تصبحتي ومشانا نتمنى ياس التوفيق نتمنى ان شاء الله هذه اللي شان بريد شنينا ان شاء الله ولكن انا القديم ان شاء الله امان بريد الحمد لله على كل حال نتمنى توفق الدقة نينا ونشكر سيد الرئيس عاودي باش نغيش الكلمة تصبحت بالمجلس وشكرا والسلام عليكم. التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. الناس معاهم السعادة. جديد كاع رئيس المجلس ان شاء الله نتمنى نخدم ذا قبل تما اثر نعاون الحوايج اللي خصهم اكل سنبد والكامل على الله. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فدوى صبار مرشحة دائرة 3. نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة صالح العمل ساكنة قرية أكمال وأن نكون في حسن الظن للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم. وفاء الملاح مرشحة لدائرة 1 مع حزب الحركة الشعبية. نتمنى السغاسة إن شاء الله أن نضم كفريق نسوي تكون سي بعيثنا الحرمي إن شاء الله لنا مشاريع أن نعاون تمغارينا خصوصا لأي كل جهة كل منطقة.